الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فنوجه تحية للجهد والمضمون الذي تقوم به وتقدمه قناة الناس في الخطاب الديني والفكر الديني وتقديم مادة علمية وسطية فكرية وتناول القضايا التي تخدم المجتمع وبناء الفكر الوسطي المستنير بما تستضيف من علماء متخصصين، وكان لها مع وزارة الأوقاف ولوزارة الأوقاف معها مواقف متعددة في التواصل والتنسيق والعمل المشترك وشرح منهج الوزارة وإلقاء الضوء على القضايا العصرية والإسهام في حل المشكلات، ما يستحق أن نوجه له التقدير وأن نقول إن هذه القناة حققت في عامين تقدما يحسب لها، ونحن نشجع كل ما يتصل بالإعلام الديني المستنير والفكر الديني المستنير، ومستعدون للتواصل مع الجميع. ففي عامها الثاني بنتمنى لهم كل التوفيق، ونؤكد نحن على استعداد لمزيد من التواصل مع كل الإعلام الجاد البناء الهادف الذي يتبنى قضايا الوطن، قضايا القيم، قضايا المواطنة، يرسخ مفاهيم المواطنة والعيش المشترك والقيم والأخلاق في وسطية واعتدال بلا إفراط ولا تفريط، مؤملين أن تعطي القناة بإذن الله تعالى مزيدا مزيدا من العمل في ترسيخ المنهج الوسطي، وأن تعطي أنموذجا للفكر الوسطي بعيدا عن الإفراط والتفريط. نتمنى لها كل التوفيق، وإن شاء الله بإذن الله سنتعاون مع برامج القناة ومع القائمين على القناة بما يسري تصويب الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونتمنى للجميع كل التوفيق، سائلين الله لمصر وآلها الخير والأمن والأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.